نرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. مجلس اداره نادي فيوتشر وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الاول بقياده كابتن علي ماهر على الفتره اللي قضاها في مهمه تدريب النادي خلال موسمين من النجاح. توتنهام فاز على مضيفه ليون سيتي سايلوز السنغافوري بنتيجه 5-1 في المباراه الوديه اللي جمعت الفريقين على ملعب سنغافوره، وده ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2024. ونادي الهلال السعودي اعلن تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي مالكوم قادما من فريق زينات سان بطرسبرغ الروسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفيه الجاريه.